ما زالت طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي وكل يوم بتحاول ان هي تغير من خطتها لتنفيذ طبعا خطة تهجير الأهالي في قطاع غزة. بدأت بتهجيرهم من الشمال إلى الجنوب، وحاليا بتلاحق الأهالي شمالا وجنوبا من أجل توجيههم لاتجاه واحد وهو معبر رفح. أعتقد هنا بيجي السؤال، فعلا بقى هدف الاحتلال التهجير للحدود المصرية؟ ده فعلا بقى واضح وصريح للجميع؟ ايه دور مصر في صد المخطط ده؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك دكتور. لما نتكلم عن الخطه الحاليه اللي بيعمل عليها الاحتلال لتهجير الاهالي من قطاع غزه بشكل كامل. كما قلت حضرتك، الاسرائيلي المحتل ومنذ يعني 8 من اكتوبر حتى هذه اللحظه، والمحتل يقوم بعمليه يعني ضبط حركة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بما يخدم سياسته في التهجير، وهو التهجير على اسلوبين او بطريقتين: التهجير القسري بالطيارات والدبابات والقتل وتفجير المنازل والمراكز الايواء والمستشفيات وتدمير كل شيء، وايضا التهجير الطوعي. هذا التهجير الطوعي هو انه يحول قطاع غزة الى مكان غير قابل للحياة، وبالتالي الفلسطينيين سيختار أو سيضطر أن يختار الهجرة، الهجرة الطوعية. ولكن أيضا هناك مستوى ثالث إسرائيل تعمل عليه، وهو مسألة الإغراء، طبعا بمساعدة أمريكا وغير أمريكا. نعم. بمعنى أنه محاولة إغراء أو إجبار أطراف عربية وغير عربية باستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة بمحاولة كما قلت التهجير القسري أو الطوعي. لهذا السبب المسألة معقدة أكثر، يعني أكثر تعقيدا مما نشاهد. المسألة تقوم على الميدان، في الميدان من محاولة ضبط الحركة وتوجيهها نحو معبر رفح، وأيضا على المستوى السياسي اللي فيه عملية إغراء مالي وسياسي وأيضا تهديد. لذلك هذه الفكره لم تغادر فكره الصهيوني، فكره الاحلال، الطرد والاحلال، لان هناك في اطراف حكوميه اسرائيليه تقول انه سنعيد الاستيطان لقطاع غزه او نعيد الاحتلال على الاقل، وبالتالي فكره الطرد والاحلال لم تغادر فكره الصهيونيه حتى اللحظه. وهي هي تعتقد، اسرائيل اقصد، تعتقد انها بقليل من الضغط، بقليل من الاغراء، بقليل من المساعده الغربيه والامريكيه تستطيع اقناع الاطراف المختلفه بقبول هذه الفكره. طيب. الان باختصار ايضا هذا الكلام يطول، الموقف المصري والموقف الاردني موقف مهم ومشكورين جدا عليه، ولكن ايضا برايي المتواضع والمحب ايضا انه لابد من افهام اسرائيل بكامل الحسم وبكامل الحزم انه فكره التهجير يجب ان تسقط من الاجندات تماما، الاجنده الاحتلاليه، لانه التهجير عمليا مش بس تصفيه للقضيه الفلسطينيه ومش بس تفكيك للمجتمع الفلسطيني، لا، هي تحميل العالم العربي اخطاء واعباء الاحتلال الاسرائيلي، وبدل ان تدفع اسرائيل ثمن احتلالها عمليا تريد ان تجعل العالم العربي يدفع ثمن احتلال اسرائيل للارض الفلسطينيه. لهذا السبب يعني التهجير هنا يشبه هزيمه اخرى، هزيمه وعي وهزيمه سياسه وهزيمه مصالح وهزيمه استراتيجيه. لهذا السبب كان لابد من تطوير المواقف بحيث انه اسرائيل تتخلى عن هذه الرؤيه الاستعماريه. عظيم. دكتور احمد، الهدف المعلن لهذا الهجوم هو القضاء على المقاومه سواء في الداخل الاسرائيلي او للعالم كله، بان اسرائيل بتفعل كل هذه الافعال من اجل القضاء على المقاومه. هل بخطه التهجير تقضي على المقاومه؟ هي بتقضي على الشعب الفلسطيني كشعب كجماعه، وبالتالي عندما، وهذا على فكره يعني هدفها الكبير منذ عام 1948، يعني منذ 74 سنه هي لا تعترف بالشعب الفلسطيني كجماعه، هي تعترف به كافراد كاقليات، ولكن لا تعترف به كشعب له حقوقه. وحتى اللحظه اسرائيل تنكر وجود الشعب الفلسطيني وبالتالي تنكر حقوقه كجماعه، يعني الحقوق الجمعيه اسرائيل تنكرها على الفلسطينيين، ولكنها قد تعترف بافراد
او باقليات هنا وهناك. ولهذا السبب يا صديقي العزيز هي عمليا تريد ان تفصل بين الضفه والضفه الغربيه المحتله وقطاع غزه، وايضا في الضفه الغربيه تفصل ما بين اهل القدس والضفه الغربيه المحتله، وفي وايضا هي تحاول ان تقسم الفلسطينيين الى ديانات وطوائف. يعني كلما فككت اكثر كلما سيطرت اكثر، ولهذا السبب التهجير هنا يلعب دور في تفكيك الشعب الفلسطيني وبالتالي الغائه وشطبه على الخارطه. ولهذا هي عندما تفكك الشعب الفلسطيني ستقول انها ليس هناك شعب فلسطيني حتى اتفق معه، ليس هناك ممثل واحد، ليس هناك صوت واحد، وبالتالي مع من اتفاوض؟ مع من اقوم بعمليه تسويه؟ ولهذا السبب فكرة التهجير تخدم الفكر الصهيوني القائم على تفكيك الشعب الفلسطيني أو إلغائه أو شطبه. هذا بالضبط السر الإصرار المحتل الإسرائيلي على فكرة التهجير. أكيد إحنا شايفين الاحتلال بيركز على منطقة رفح بالذات في تهجير أهالي غزة إليها، في هدف وراه من التركيز على هذه المنطقة؟ طبعا في هدف، الهدف انه كما قلت يعني اسرائيل بسهوله شديده تستطيع ان تحول المليون وتقريبا مليون و200 الف اللي مزدحمين في رفح بيعيشوا اسوء ظروف حياتهم، حياه غير طبيعيه. يوم امس يعني راينا غوتيريش كيف شرح الموقف، وهؤلاء يعني في رفح عمليا بدون مي، بدون وقود، بدون دواء، بازدحام شديد، بدون خدمات، في حرب تجويع عليهم، وهذا ضد القوانين على فكره، حرب التجويع هذا يعني هذا ضد كل القوانين. اذا بالتالي عندما يكون هؤلاء المليونين مليون و200 الف بهذه الظروف، اذا فتحت ممرات بين قوسين امنه انسانيه سميها ما شئت او ضغط اكثر عليهم سيؤول باتجاه الشقيقه مصر، وفي مصر لن يطلقوا النار عليهم، العرب مسلمين زيهم، وبالتالي لا يمكن ان يطلقوا عليهم النار، وبالتالي ستقرف اسرائيل مشكلتها مع الشعب الفلسطيني باعتبارها هي قوه الاحتلال الى مصر، ومصر عمليا تتحمل ذلك انسانيا لانه انسانيا واخلاقيا، لا يمكن لمصر ان ترفض او انه تقول لنا لا اريد او تطلق النار عليهم، مستحيل. بالتالي اسرائيل عمليا تثبت سياستها، سياستها للتهجير. لهذا السبب انا يعني اصر وعلى هذه المنبر الكريم والجميل اقول انه اخوتنا في مصر يجب انه مش اقول يجب يعني مش حلوه هنا، لكن اقول انه مصلحتهم الامنيه والسياسيه والاستراتيجيه انه ينتبهوا لهذه السياسه الخبيثه والمستمره ويقمعوها في مهدها قبل ان تتفاقم بمعنى اكثر وضوحا واكثر صراحه. الدور المصري هنا يجب ان يكون اكثر تدخلا منذ الان، حتى هو من زمان لكن منذ الان على السياسه المصريه ان تكبح هذه التوجهات الاستعماريه الاسرائيليه. كل الشكر ليك دكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبليه في جامعه القدس.